حلب أم المحاشي والكباب شعب بيتميز بأنه يحسن تذوق الطعم الأطيب، في وصفات بتميز فيها، مثال البامي، الفاصولية، البانجان، البندورة، بينطبخ فيها محشي منسميه حب إبعب. طيبين صبية شابعين الخالي، وبسم الله الرحمن الرحيم. نحن منحب التحضير المسبق لأي وصفة. اليوم بدنا نعمل فاصولية بعبة محشي. قبل ما تنامي ممكن تقمعي الفاصولية وتقسميها بهالشكل، بس بدون ما تغسليها، وتاني يوم منغسلها ومنصفيها. الكوسة نفس الشي، من أعوره رح نستفيد منها متومة، حتى القمع هذا ما برفعه إلا تاني يوم وبغسلهم وبيصيروا جاهزين للحشر. رح نغسل الكوسايات والفاصولية وبيكونوا جاهزين للطبخ. بدي أن أعرز لمدة ساعة مع مي عادية وملح، وأسلق اللحمة بمنكهات عطرية من سنتوم، من فلفل، من حبتين هال، بتاخد معك تقريبا تلت ساعة. رجاء حطي مي لحتى ناخد أمان أكتر ومنصفي اللحمة. اللحمة هون مقدارة أقل من نصف كيلو، أنا بحاجة لأربع قطع لحمة، ومع ذلك جود بالموجود رح أخذ المي أستعمله. هلأ بدي معلقة دهنة، بدي أحط معلقة زيت، بشوحها وبقلبها مع حبتين هال ومسمار قرنفل، بتروح زنخة الدهنة. وبدي معلقة لحمة ناعمة ومعلقة ثوم ومعلقة كبيرة كزبرة وملح، نص معلقة، وبراس المعلقة بهار ربع معلقة، ورح نحط الفاصولية وننسفها. انتبهوا الفاصولية متلمة بالأورب، شكل أحلى وبتستوي أسرع على نار شمعة. بدي أنسفها باستمرار ليتحول لونها من لون الأخضر للون الأصفر، هذا دليل استواء، بدها تروح القرطة. رح نصفي المي عن الرز، كل كيلو كوسة بياخد كوب رز. رح أحط ملح وبهار معلقة صغيرة ومعلقة دبس بندورة ومعلقة زيت، وممكن تحطي معلقة صغيرة سمنة ومعلقة كبيرة دهنة، هي اللي بتعطي الطعم الأطيب. رح نحركن وأحط معلقة كبيرة دهنة. كترة اللحمة ما هي سبب طعامة المحشي الأطيب، الدهنة اللي بتعطي الطعم الأطيب. الكوسة ممكن تقلميه بالسكينة، ممكن تتركيه كما هو. 2-1 هو مجرد شكل. بدنا نحشي هالمحشي ونترك عقدة إصبعة، وأثناء الحشي بدنا نهز المحشية، بدنا نحسب حساب إنه المحشي رح يتمدد أثناء طبخه بالفاصولية. ما بدنا ولا رزة تطلع من المحشية، بدنا رز مفلفل ماله مخبوص أبدا. حشينا هالكوسايات وخلصناهن، وأنا عملت حشوة زيادة. في كتير من الأطفال ما بيحبوا قشرة الكوسة أو قشرة البانجاني. بكل بساطة بتجيبي جرابة نايلون نسائية جديدة وبتحشي هالحشوة، الكل رح يتقاتل عليها، بتطلع مفلفلة وطعمها من أروع ما يكون، الأولاد كلهم بيعشقوها. ونحن كلياتنا صغار منعرف بعض، كنا نشيل قشرة الكوسة وناكل اللب أو قشرة البانجان وأمنا تعيط علينا. هلأ الفاصولية راحت القرطة تبعتها، نحن منعرف المادة الحمضية بتشد القوام. الفاصولية أبدت استواء، راحت القرطة تبعتها، حطينا معلقة دبس بندورة كبيرة. بدنا نروح طعمة التخزين، منقلبها مع الفاصولية ومنحط لها لحمة. حطيت هون أربع قطع لحمة فقط، بدك تكتري هذا ذوق شخصي، الباقي بدي أعمله فتة لحم.
بدي بندورة بلدية. إذا موجودة البندورة البلدية ما في داعي تحطي دبس بندورة أبدا، بس أنا حطيتها. نحن بالسعودية البندورة ما لها بلدية، وحطيت معلقة صغيرة دبس بندورة مشان أخذ لون جميل وأدعم الطعم كمان. حطيت هالبندورة، شايفين لونها ما أجمله، لو حيططها لحالها كيشفة زيادة وما رح تعطيني لون أبدا. برجع بقول إذا البلدية ما تحطي دبس بندورة. رح أحط مرق اللحم، بدي أحط أنا 4 أكواب. إذا ما كفتك مرق اللحم بتكملي مي عادية. بدي أحط المحشيات، ممكن البديل مرق عظم، ممكن البديل مكعب ماجي، جود بالموجود حسب الظروف. بدي أترك عقدة إصبع المرأة تكون فوق المحشي. بحط لي صحن، بس أول ربع ساعة على نار شمعة أنا بطبخ شخصيا. رفعت التقلي، بدي أترك المحشي ياخد راحته ويستوي، وبتفقد طبختي وما بلتهي بالفيس ولا بالواتس. المرأة ما بدي إياها صايطة مايطة، بدي إياها متسبكة. انتي بتغليها حسب ذوقك، ممكن انتي تطبخي جنب رز لازم يكون فيها مرقة للفاصولية. هلا بدي اختبر نضج المحشي، شوفي شلون نار شمعة. بشكها بالشوكة، بلاقيها استوت، رفعت الجراب النايلون ونفتخر. وين المشكلة يا صبايا؟ خلينا واقعيين. غزيتها بالشوكة، لقيت القشرة استوت تماما. أنا ناكلة هون غموس، ومع ذلك طبخت نوع فاصولية جنب رز. أخذ استواء كامل، بقلبها بكل خفة، ما في أروع منا. أخذنا فاصولية بتاخد العقل، تتاكل بالعشرات غمس، وجنبها عضة كوساية، عضة محشية. ممكن تطبخي المحشي الكوسة بقلب مسقعة البندورة، من أروع ما يكون يا صبايا. ممكن محشي البانجان بقلب مسقعة البانجان. بدي أفرجيكم الحشوة شلون مفلفلة وبتاخد العقل، والرز ماله مرزرز، وبنفس الوقت بتفتشي بالفاصولية ما طالعة ولا رزي. هذا دليل التحضير الجيد والهدوء في الطبخ. إذا نفسيتك تعبانة لا تطبخي. بدي أطبخ أنا كمان لب الكوسة. الكوسة ما بدي أتخلص منه، باخد أطيب أكلي، وبتتاكل غموس بالعشرات والكل بيتقاتل عليها. رح أفتح لك الجرابة وشوفي فلفلت هالرز ما أروعه، الكبار والصغار بيعشقوها. المتومة، معلقتين زيت، ممكن زيت زيتون، ممكن جود بالموجود، زيت نباتي أنت حرة. حطيت معلقة كبيرة توم، وبدي أحط جنح بصلي، هي اسمها متومة ما بدها بصلي، بس نحن منحب التنوع الجميل. حطيت جنح بصلي، حطيت ملح، والكوسة ما في داعي تعذبي حالك تفرميه، هو لحاله بيدبل وبفرم حاله بحاله. بطريقة التغطية بده يصير بوخار، بده يسوي حاله بحاله، وبنفس الوقت بده ينهلس، مشان هيك ما في داعي تفرمي. بدي أحط نص معلقة دبس فليفلة، ممكن تعمليها ببيتك، منزلة فيديو عليها، لو أنت بالسعودية ممكن تعمليها. ونص معلقة فليفلة يابسة حمراء، جود بالموجود، إذا ما موجودة عندك دبس الفليفلة، عطتنا لون جميل طعم أجمل. رح أسكبها، ممكن بالنهاية تحطي ربع معلقة زيت زيتون فريش، بتاخدي طعم أطيب، بيظهر طعم زيت الزيتون أكتر. رح أسكبها، وصار عندي لضيوفي اللي هنن أهل بيتي أحلى تنوع جميل. على فكرة الفاصولية وقت طبخية لحالة بدون محشي يختلف طعمه كليا عن الفاصوليه اللي بيعبها محشي. وجربوها مره وادعوا لي.